السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم متابعيني ومشتركين الأعزاء، ومرحبا بكم بقناة جود أبو بكر. يلا سوا نحضر صاجية اللحمة بأفضل طريقة وأطيب طعم. صاجية اللاهي على الغاز، حطيت فنجان من زيت الزيتون، وإذا بدكم تستبدلوا زيت الزيتون بالسمنة أو الزبدة بيعطيها طعم أكتر ودسامة. نزلت هون 3 بصل شرائح على الزيت وهو كتير حامي، وحمصتهم وقلبتهم من جميع الجهات. بعدها عندي على جنب موجود 1/2 كيلو من لحم الخروف مقطع شرائح فيه دسامة ولية. هون نزلت 3 ضرس ثوم على البصل وقلبتهم منيح وحمصتهم، ما شاء الله الريحة من الآخر. هلأ هون نزلت 1/2 كيلو من لحم الخروف فيها دسامة، فيها شوية دهون، واللي هي هون نزلت الكمون، البابريكا، المدخن، الفلفل الأسود، الكزبرة، بهار شاورما، الكركم، أي بهار عندك. ضفت أنا الكاري، بهار المسالة، بهار اللحمة، البهارات السبع، كليل الجبل، يعني أي بهار عندك أنتي بتحسي بيعطيكي طيابة أكتر للحمة ونكهة كتير طيبة ضيفي. طبعا كميات قليلة، يعني معلقة صغيرة من كل صنف لحتى ما ننزع طعم اللحمة. رح نقلبهم من جميع الجهات حتى يقلب لون اللحمة من الجهتين، وعلى جنب بكون مقطعين شرائح الخضار، الفلفل الأخضر والأحمر والبرتقالي والجزر والطماطم. الفلافل الملونة بيعطيها طعام أكتر للصاجية، وإذا مو موجودة بتقدروا تستغنوا عنه وتستبدلوا الفلفل الأخضر، بس يعني يمكن الاستغناء عنه الفلفل الملون، ولكن كتير بيعطي طعامة وطيابة للصاجية. طبعا احنا متعودين نعمل الصاجية برا على الحطب بالنار، بس انا رح احكي لكم عن شغلة مهمة، اذا بدكم اياها يكون بطعم اللي برا وعلى الحطب بتقدروا تجيبوا فحمة وتولعوها، وبعدها تطفوها بالزيت او السمنة على قشرة بصل وتسكروا على الصاجية، وهيك رح تطلع معكم الصاجية نفس اللي برا اللي بتكون على الحطب. هون نزلت الفلفل الأخضر، الطماطم، الجزر. أنا ما كان عندي فلفل ملونة، يعني قدرت أستغني عنه، بس لو كانت موجودة كان أعطتني طعم أكتر وطيابة أكتر. هون ضفت الملح للخضار لأنه مو ملاحين، ونحركهم. رجعت ضفت عندي فنجان من زيت الزيتون، وما ضفت ولا نقطة مي، ويتأكدوا انه الصاجية او القلاية اللي بتستخدموها او الصينية غير لاصقة. انا عندي هاي الصاجية غير لاصقة، يعني ما بحتاج اضيفه ولا نقطة مي. هلأ راح اصدرهم، ولانه مثل ما حكيت لكم انه عندي الفرن الغاز من فوق، قد ما اعلي له ما بفش الغليب بالحرارة، فلهيك اضطريت وغلفتهم بقصدير وحطيتهم على درجة حرارة 280، وشغلت من فوق وتحت بالفرن لحتى يستووا معي بشكل اسرع. تركتهم تقريبا 20 دقيقة لنص ساعة واستووا معي. هون قلبتهم وغلفتهم بالقصدير ودخلت لهم الفرن، وهيك الصاجية جهزت معاي. اذا بتحبوا تدخنوها بتقدروا تجيبوا فحمة مولعة وتطفوها جوا الصاجية وتغلفوها حتى تتدخن كتير منيح وتكون مثل اللي على الحطب بالضبط. ما شاء الله بتشهي كتير طيبة، اللحمة بتفتفت كتير مستوية، ما ضفت ولا نقطة مي، اكتفت بالخضار واللحمة.
ما شاء الله كتير شهية وسريعة وما بتاخد منك أي وقت، بعشر دقايق بتجهزيها. هون حركتهم لأتأكد إنه كل شي استوى معي، وأكيد استووا لأنه بفرن ومن فوق ومن تحت، وكمان كنت مشغل المروحة الهوائية. طبعا ما قدرت أسرع لكم ولا أي خطوة بالفيديو لحتى نشوف كل التفاصيل سوا. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني بلايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. وبأمان الله وحفظه.